بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أتباعه وسلم. Bone tumors. كالمعتاد التيومرز في أي مكان في الجسم بتقسم لبنين تيومرز ومالجنانت تيومرز. هنبتدي طبعا بالبنين تيومرز. أول نوع وأشهر نوع من أنواع البنين تيومرز اللي بتطلع من العظم نوع اسمه أوستيوما. الأوستيوما دي في منها ثلاث أنواع: كومباكت أور أيفوري أوستيوما، نمرة 2 أوستيو كوندروما، نمرة 3 أوستيويد أوستيوما. First of all we'll discuss compact osteoma. يعني ايه compact osteoma؟ واضحة من اسمها، اسم على مسمى، وده حلاوة الجراحة بتاعتنا انها اسم على مسمى. ما اسمها compact osteoma؟ يعني بتطلع من compact bone. ايه هو compact bone؟ هضرب مثال باشهر مكان للcompact osteoma اللي هي bone of the skull. bone of the skull يا جماعة بتبص تلاقي فيه outer table و inner table of the skull. الاوتر تيبل والانر تيبل ده بيتكون من دنس بون، الفراغات اللي فيه تقريبا مسدوده تماما بأورجانيك وان اورجانيك ماتيريال ومينرالز وحاجات زي كده هون. فالسوليد دنس بون ده بيتقال عليه كومباكت بون. ما بين الاوتر تيبل والانر تيبل اللي هو كومباكت بون الدنس ده، في هنا هون بون كده هون عامل زي السفنجه ترابيكيولي وفي مسام واسعه قوي، عشان كده هو ده بيتقال عليه زي السفنجة، يعني سبونجي بون أو كنسيلا سبون، يعني زي السفنجة مليان فراغات. واضح بقى من اسم الكومباكت أوستيوما إنها بتطلع من الكومباكت بون، بالذات بالذات بتطلع من الكومباكت بون اللي ديفلوبد فروم ممبرين، لأن إحنا عارفين الديفلوبمنت أوف بونز ممكن يكون من ممبرين موديل يتقال عليه ممبرينس اوسيفيكيشن، او من كارتيلاجينس موديل اسمه كارتيلاجينس اوسيفيكيشن. احنا بقى عندنا غالبا الكومباكت اوسيوما بتطلع من البون اللي ديفلوبد فروم ممبرين. واشهر عظمه في التاريخ ديفلوبد فروم ممبرين تبقى السكال، عشان كده الكومباكت اوسيوما دي اشهر مكان ليها السكال. بتطلع منين دي؟ طالعه من البون، فبتطلع من البون فورمينج سيلز اللي هي اسمها اوستيوبلاست. الكومباكت اوستيوما ده هي لو احنا بصينا على شكلها بتبقى شكلها كده. ايه ده؟ زي ما احنا عارفين نابل فيل دون الذي يطلق عليه العاج، عاج بالانجليزي يعني ايفوري، عشان كده هو الكومباكت اوستيوما دي شبه الايفوري قوي فسموها ايفوري اوستيوما، كلمه ايفوري يعني العاج. يا ترى شكل الكومباكت او الايفوري اوستيوما ده هي ايه؟ شكلها اهو سنجل اور في النوادر مالتيبل اسويلنجز، والاسويلنجز ده هي بتكون راوندد، بتكون سيسايل، وزي ما احنا عارفين سيسايل يعني ماس ليها وايد بيز، فسيسايل ليها وايد بيز. طبعا الكونسيستنس بتاعتها ايه؟ دي طالعه من العظم ومش اي عظم، كومباكت بون، تبقى ناشفه قوي هارد انكونسيستنسي. وزي اي بناين تيومر واي بناين سويلنج البوردر بتاعته زي ما انتم شايفين ويل ديفايند بوردر. دايما في اي بناين تيومر يهمني قوي علاقته بالمالجنانسي. الحمد لله الايفوري اوستيوما نيفر تيرن مالجنانت. What is the clinical picture of compact or ivory اوستيوما ده؟ هي طالعة من السكال، بس السكال ممكن اطلع من الاوتر تيبل اوف ذا سكال، يعني على السطح الخارجي بتاع السكال، أو ممكن أطلع من الـ inner table of skull، inner table يعني من جوه
دايركتد ناحيه الكرينيال كافيتي، او ممكن اكون طالع جوه في الاوربت، او ممكن اكون طالع من الاوديتروميتس. وهنا بقى يجي اختلاف الكلينيكال بيكتشر. طب لو هي طلعت لك بقى هنا هون كده هون على الاوتر تيبل، يعني على السطح هو الخارجي والناس كلها شايفاها، مبسوط كده هون بمنظرك كده؟ طبعا اكيد كوزموتيكالي وحشه قوي. فطبعا لو طلع من الاوتر تيبل يبقى كوزموتيك ديسفيجرمنت، دي شكوى العيان. طب لو هي طالعه من الانر تيبل ناحيه البرين وناحيه الكرينال كافيتي، طبعا ده هتبقى سبيس اوكيوباينج ليجن، تعمل لك انكريز انترا كرينيال تنشن وكمبريشن على منطقه معينه من البرين اللي طالعه فوقيها. ممكن تطلع لك من الاوربت، وطبعا لو طلعت على الاوربت وكبرت مثلا بالحجم الفظيع ده، وتصور جوه الاوربت الدنيا زنقه جدا مفيش مكان جوه الاوربت، فالسويلنج اللي هيظهر جوه الاوربت ده على حساب انه ما يضغط على العين، فتلاقي العين ده هي طلعت لبره يعني بروبتوزس، او بقت في اتجاه غريب حسب بقى هي طالعه منين الاوستيوما، فالعين بقت في اتجاه غريب يعني عندك سكويند. لو طلعت لك بقى في الاوديتروميتس يبقى الصوت مش هيعرف يخش لجوه، فيجي لك الحاجه المشهوره اللي اسمها كوندكتيف ديفنس. العينين دول يا ترى العلاج بتاعهم ايه؟ لو هي صغيره قوي، واحده كده صغيره قوي زي دي او دي، هروح شايل حته السكال اللي فيها التيومر الصغير ده وانا اهو. تشيلها ازاي؟ بشيلها بالاله دي اللي اسمها ترافاين، آلة اسمها ترافاين، بحطها على العظم بتاع السكال واقعد انشر 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 بالآلة الحادة دي ديسك. الديسك ده هون كده هطلعه من السكال بون، وفي النص في مين؟ في السمول كومباكت اوسيوم. يبقى لو هي سمول اكسجين ان اترافاين هول، ودي الآلة اللي اسمها ترافاين، والنتيجة في الآخر هتشيل لك ديسك كده هو من السكال وفي نصه في الاستيوما. لكن بقى لو هي لارج بقى كده بالمنظر ده، لا ده لازم أشيل بقى حتة كبيرة من السكال، والحتة الكبيرة دي بقى من السكال يكون في نصها في الاستيوما. تشيلها ازاي؟ أكيد طبعا لازم تخدير، أخدر السكالب وبعدين أفتح السكالب عشان أشوف السكالبون. فده المنظر السيمبل اهو، انستيزيا للسكالب، بعد كده انسيجن في السكالب عشان اوصل البون، وبعد كده بقى عامله زي الشنيور اخش اعمل مالتيبل هولز في السكالب. الاله دي اللي عامله زي الشنيور دي بيتقال عليها بير، والبير ده هي بقى اللي عامله زي الشنيور هروح اعمل بيها مالتيبل بير هولز، ثلاثة أربعة خمسة بقى حسب الايه جزء الاسكال اللي انت عايز تشيله. طب بعد ما عملت المالتيبل بير هولز دول، ساعتك بقى تروح جايب المنشار ده هون اللي اسمه جيجلي سو. منشار جيجلي ده انسيمبلي عبارة عن ايه؟ عبارة عن حتة سلكة حامية جدا، بروح مدخل السلكة ده هي from one hole واروح مطلعها من الهول اللي جنبيها، وامسك الجيجلي سودا هون بالهندل بتاعته، وابتدي انشر 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 السكال ما بين التو نيبرينج هولز اللي جنب بعض دول، وهكذا 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 لحد ما اشلك جزء السكال ده هون حاملا في النص التيومر اللي انت عايز تشيله. فدون بشيل حته من السكال بمالتيبل بير هولز وجيجلي سو. ويبدأ اول نوع من انواع الاوستيوما اللي اسمه ايفوري اوستيوما اور كومباكت اوستيوما. ثانك يو فور جود ليسننج اند جود لك.